لي بزاف لي بزاف باش رجعنا في طرف قليل قدر ما نطلع نمارس العمل ديالي زعما وانا جالس يعني كما العاده كنمارس النهار ديالي كما العاده حتى واحد الساعه مع داك الساعه العشيه واقف هنا بترينا هنا ديال التليفونات وانا قبل البترينا حتى كنشوف واحد المجرم مجرم خاطر يعني زيد خاطر ذو صوابق يعني صوابق ديال محاوله القتل العام ذو ضرب 10 سنين ديال الحبس وعنده السرقه وعنده تركيب عصابه اجراميه هذا ماشي انا كنقولوا البارح ملي بوينت هو هذا كامل سمعتوه كيقولوا هذا باش هذا نبايش وهذا بايش يعني هذا الانسان هذا جا البارح شير بالشفره نبت رينا شارشه بترينا جيت كمل عليا دفع عنه قداش ديك الشفره يعني كان الشفره يعني من الحجم الكبير وعاد غليطه وعاد اش كيقولوا لي عندي الطرف ديالها يعني انا وريته يعني في فيديو اخر عندي الطرف ديالها يعني باقي تهرس ودخل عليا كيشير عليا يعني جبد بدرينا طيح عن الزنقه ودخل كيشير عليا بالشفره ودما كان شي هاد الشولي هذه كما كتشوفوها مطيحه هنايا راهي مهرسه مطيحه دما كانت هي كنت كنكالي بها والصراحه حد الله يقدر نقول لك يعني انا ماشي يعني شي حاجه ولا انا كما كتشوفني عبد الضاعف وما كانتش قدره الهيه وما كانش رضا للوالدين كنت قدر يعني صافي كان ربي الحب دائما انت قسما بالله كنت الكوميساريه دائما انت مشينا الكوميساريه وش نقول لك يعني درنا الامر ديالنا دينا المسائل ديالنا وتا هما يعني هبطوا وباقي لحد الان كنتسناو يعني يجيو يشوفوا لنا المعاينه ديالنا باقي حتى شي واحد وقلت شنو كانت الكوميساريه وكيهددنا في الكوميساريه فعلا كيهدد وملي كان مع السياحه كان كيهدد وهددني كيقول لي والله نخرج نضرب عامين ديال الحبس ونخرج ونرجع نجد ليلك يعني هذا الانسان هذا خطر علينا جد جد خطوره يعني ما نقدرش يعني جد يبقى معنا يعني اليوم عليا وغدا على الجار ديالي بعدو عاود على الجار ديالي يعني هادشي يتخاف قلت عنده نفوذ عنده نفوذ نعم كما كيقول بانما انا عندي اللي يخلص لي وعندي اللي عوطها لي واليوم ولا غدا نخرج ودك الساعه جايين قبلكم شنو كطال لا ديك النفوذ اللي كنسمع انا مادام ما جعدنا حتى شي واحد شنو كطال شان طالب يعني اللي كان طالب اش طالب يعني انا صحتي مشات اللي كان طالبوا شنو بتعويضات هو السيد هذا يعني جاي يعوضنا يعني جيت سيد خاطر يعني نشوفوا يعني مخزني ديال الاجراءات ديالو شكرا كان البارح انا كنت كنتغدى كنسمع الصداع هنايا واقف خرجت نشوف شنو كاين كنشوف السيد ماشي جاري بالسفره طلعنا عند العين هنايا من المحل بدا كيهرس في المحل دخل علينا المحل بدا كي بالشفره خصو يعني الضغ اللي ولي كيضرب ديك محاوله خاطره الولد مضروب من عنق ومضروب من يد الله يحفظ كو كانت جاتو شي حاجه خطيره طينا نصاب تشوف السلعه في بيترينه عامره التليفونات تشوفها كامله مدقه ما بقى من النص 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 ديالها مشي هادشي هذاك منين كنا خدامين الفلوس هذا ما جاوش من هذا المنصور هادشي هذا مساعدين الوالدين ديالنا مساعدين الناس مساعدين حنايا كنخدموا وباش وصلنا لهادشي هذا فرمشات عينتينا كتشوف بحال اللي البارح كنتي اليوم ما كنتي حتى شي حاجه جماعه عاود لك دابا هادشي هذا من ازير غتقدر تكون قلت لك حتى شي حاجه ما بقات صحيحه في الناحه كركاسات بيت بيترينا كان اخا سعير انا قلت لك انا كنت خدام تقريبا اكثر من 20 مليون فين هي هاد 20 مليون راه يدخل دخل انا يلا جيني نحسبوا التليفون بالتليفون اذا ما جبرتيش تما باقي شي 5 ولا 7 وموحد واش تخرج انا كنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل انا باقي كنقول لك كنقول نعاود حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ما قلت لك انا كيف ما وقع لنا هادشي راه غادي يوقع لنا واحد اخر واحد اخر احنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه زعما انا كنقول لك غير 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 الظلم هذا يبان وصافي فهمت كيف هادشي هذا اللي وقع بس غدا ما يبقاش واحد اخر واحد اخر احنا في السوق احنا حنا بالعكس هذا فابورنا هذا وهذا فابورنا هذا احنا كنا كنشربوا ما كنا كنشربوا ما عطيتنا ماشي بالعكس احنا هذه تعدى على هذا هذا يدينا هذا ودابا انا شنو نعمل براس ياك انا خصني دابا عاود واحد 10 سنين اخر هذه الخدمه وشوف شوف واش وصل حقنا هادشي هذا اللي قلتي عاملوا ولا ما قلتيش عاملوا واش خانا كيقول عنده النفوذ ما النفوذ ولكن ما كيقولوا الناس هنايا خوتو راه ويمشي يقدر يعاد انا ما عنديش انا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل ما شتغلي حتى شي حاجه انا اللي هو كنبغي نقول هادشي هذا ديالي شنو نقول لك ادخل تخفف انا مصدوم والله انا مصدوم الخو انا البارح كنت خدام طانكي اليوم صبحت سينا كاتش ما بيدك ما بصك وتعمل شي حاجه اللي تندم عليها سينا تي جا من عند بحال من عند الله اذا كنسمع عند الله مرحبا به بالحق باش العبد يجي يظلمك لا حول ولا قوه الا بالله الخير